أهلا بكم. تتزايد حدة الانتقادات في الصحف الأجنبية للمجازر والانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، لا سيما مع ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 30,000، ومع توالي تحذيرات المنظمات الإنسانية من كارثة وشيكة في القطاع بسبب الجوع وعدم توفير المساعدات. صحيفة ليبراسيون الفرنسية عنونت غلاف عددها اليوم بالتالي 30,000 شهيد في غزة، وأشارت في افتتاحيتها إلى أنه في القطاع الفلسطيني المهدد بالمجاعة والذي يتعرض للقصف بلا هوادة تجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية 30,000، أغلبهم من النساء والأطفال. وأضافت أن هذا الرقم هائل، لاسيما أن المنظمات غير الحكومية الموجودة في غزة لم تأخذ في الاعتبار جثامين الضحايا التي ما زالت تحت الأنقاض. ووصفت الصحيفة الطريقة التي عُمل بها المدنيون الفلسطينيون في غزة منذ بدء الحرب بأنها لا تطاق وغير مقبولة. وقد أظهر الغرب وبقية الدول أنهم عاجزون عن ردع القادة الإسرائيليين في قصفهم العشوائي للقطاع، لا بل في بعض الأحوال يكونون داعمين لهم. ورأت ليبراسيون أنه يجب وقف إطلاق النار بسرعة، وإلا فإن مزيدا من المدنيين سيموتون وستخرج المأساة في غزة عن نطاق السيطرة، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب دولية. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند انتهاكات الجنود الإسرائيليين في غزة، وأشارت إلى أن الجنود يتباهون بممارسات الإذلال والنهب والتدمير من خلال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشهد على الإفلات من العقاب. وأضافت أن هؤلاء الجنود يوجهون الإهانات ويظهرون الازدراء لسكان القطاع، فمنهم من يستمتع بركوب الدراجات على أنقاض حي دمره القصف، وجندي مشاة يشعل النار في شحنة غذائية بينما تتأرجح غزة على شفا المجاعة. ونقلت الصحيفة أيضا أن أحد الجنود اعترف في مقابلة مع الصحيفة بتنفيذهم عمليات نهب، وقال خلال تفتيش المنازل بحثا عن أسلحة أو ذخيرة، البعض منا أخذ هدايا تذكارية بحسب وصفه، وتم حرق المنازل بأمر من قيادتنا. ورأت الصحيفة أن التدفق المتواصل لصور الانتهاكات يعزز الشعور بالإفلات من العقاب الذي يحفز الجنود الإسرائيليين، خاصة أنه من غير المرجح فرض عقوبات بطريقة منهجية وشديدة. وفي سياق الوضع الإنساني تطرقت إيما جراهام هاريسون في صحيفة الجارديان البريطانية، تطرقت إلى تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وأشارت إلى أنه مع انتشار الأمراض المعدية في المناطق المزدحمة وندرة الغذاء تتزايد أعداد الذين يعانون من الجوع حتى بين العاملين في القطاع الصحي. وأضافت أن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن واحدة من كل 4 أسر في غزة، أي أكثر من 500,000 شخص، يواجهون ظروفا كارثية بسبب نقص الغذاء والمجاعة. كما أشارت إلى أن المستشفيات باتت تعاني بشدة بسبب ندرة المساعدات، فمستشفى العودة في جباليا آخر مستشفى يعمل في شمال غزة أعلن تعليق الخدمات الطبية. ونقلت الصحيفة تحذير الأطباء من أن واحدة من كل 5 نساء حوامل تعاني من سوء التغذية، إذ أن 21% من النساء الحوامل اللواتي عولجن في عيادة دير البلح خلال الأسابيع 3 عانين من سوء التغذية. والآن إلى صحيفة فاينانشال تايمز. فالصحيفة حمل جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إسرائيل وحلفائها مسؤولية الكارثة في غزة، وقال
المأساة المستمرة لأهالي غزة تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي فشل في توفير المساعدة الإنسانية والحماية الكافية، وأضاف أن غزة في حالة سقوط إذ يقصفها جيش تموله وتدعمه أغنى وأقوى دول العالم. ورأى أيضا أن أي تقليص لقدرة وكالة الأونروا سيلحق الضرر لسكان غزة الأبرياء، ولا توجد أي منظمة يمكن أن تحل مكانها في القطاع. نيويورك تايمز حذرت من المجاعة، حذرت فيها الكاتبة ميغان ستاغ من هذه المجاعة التي تطارد أطفال غزة، وقالت هؤلاء الأطفال في غزة لا يعانون من الجوع بسبب الجفاف أو بسبب فشل المحاصيل أو أي كارثة طبيعية أخرى، بل جوعهم كارثة من صنع الإنسان. وأضافت لقد أبطأت الحكومة الإسرائيلية بل ومنعت دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، وحتى عندما تمر الشاحنات فإنها تتعرض للقصف الإسرائيلي. كما أشارت الكاتبة إلى أن الناس في غزة يعانون من الجوع لأن حكومة الولايات المتحدة فشلت في استخدام نفوذها لإجبار إسرائيل على السماح بإدخال الغذاء لأهالي القطاع. كما اعتبرت أن إدارة بايدن تتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية عن المجاعة في غزة، ففي الوقت الذي كان ينبغي فيه إعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية المتصاعدة، اختارت بدلا من ذلك حجب التمويل عن الأونروا بشكل متهور. ننتقل إلى صحيفة تالية، واشنطن بوست. في الصحيفة نقلت نيها ماسيه شهادات عشرات الأطباء عن حالات أطفال جرحى فقدوا عائلاتهم في الغارات الإسرائيلية على غزة، وهم يعانون من حروق الأنسجة وتلف الدماغ وفقدان الأطراف وجروح الشظايا. وقالت على الرغم من أن هؤلاء الأطباء اعتادوا أهوال الحرب واعتادوا الإصابات الخطرة، فإن رؤية هذا العدد من الأطفال الأيتام الجرحى شكلت صدمة لهم. ويقول أحد العاملين في المنظمات الإنسانية للصحيفة، هذه الحرب تولد جيلا من الأيتام، المسؤولية عن مستقبل هؤلاء تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يدفع من أجل وقف مستدام لإطلاق النار وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية. إلى هنا نصل لنهاية فقرة الصحافة، عودة للزميلة سهام واستكمال التغطية.